الزحمه اللي حد كان الحاج دي؟ ده في عربيه اسعاف واقفه. يا ساتر اصبر. ايه في؟ ايه؟ رافض يركب عربيه اسعاف. ايه سلامتك يا حاج؟ محمود البيت. حاضر. عايز اروح المستشفى. حاضر. اسند عليا. اسند يا حسين كويس. ألف سلامة على حاج. سلمة تاني يا حاج. ألف سلامة يا حاج. وقفت الفرج على ايه؟ ما تودع حتى هو. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يا ساتر يا رب. هفتح اشوف ايه. حاضر حاضر. بسرعة. يلا جاي حاضر. لا ده احنا زي الفل خالص يا حاج. اطمن خالص، انا عاوزك تطمن جدا. واضح انك ارهقت نفسك حبتين الفترة اللي فاتت. الفترة اللي جاية احنا عاوزين راحة تامة، يعني مفيش مجهود، مفيش انفعالات، ها؟ تبعد عن اي توتر. يا رب تشفيه يا رب. يا رب تاخد بيد ولاد النبي حبيبك يا رب. يا رب. مع السلامة يا دكتور. اتفضل. خير. يا دكتور قول لي بأمانة كده. عنده إيه؟ الحقيقة أنا مش هقدر أخبي عليكم، الحاج حالته خطيرة جدا، عنده ذبحة صدرية. يا لهوي. الحاجات اللي أنا كاتبها هنا لازم تجيله حالا، أنبوبة الأكسجين دي تجيله فورا، والأدوية ياخدها بانتظام ومن غير أي تأخير. اتفضل يا دكتور، اتفضل. ذبحة. يا ساتر استر يا رب، استرها يا رب. تاكسي تاكسي الحسين، الراجل عيان. تاكسي طلع عليك. سلامتك يا حق. سامحيني يا زبيدة، أنا عمري ما فكرت إن هكون السبب في الدموع اللي في عينيكي دي. أنا قسيت عليكي، سامحيني يا زبيدة. ما تقولش كده يا حاج، ما تقولش كده. أنا عمري قلبي ما غضب عليك. أنت عارف، أنت عارف أنا بحبك قد إيه. طول عمرك أصيل يا زبيدة. أنا إزاي أعمل غلطة زي دي؟ أنا لو فضلت عايش هكفر عن غلطة دي طول عمري. عيش عيش يا حبيبي ولا تبكيني أبدا. أنت عارف أنا كل منايا في الدنيا إنك تفضل جنبي. متولى يا زبيدة، أنا قسيت عليه. يا ترى هيسامحني؟ متولي. متولي إيه يا حاج؟ ده متولي هو اللي راح يجيب لك الدواء.